الشاكوش يدق في دماغ راسي هنا، الورع عندي الصغير على الجدر، على الجدر حق الشقة اللي رمم، ما أرد غرس يا أحم. طيب وأنا لا صح الورع قلقت، حركات امسكي يا حرمة امسكي ورع تسكتي، ما كيف تسكتي كيف أنت أبوك بعد سكتة بدهست هلا بالحركات. وش الذوق الفخم هذا يا أبوي؟ وش الجواعد هذه؟ تقول سيارة باكستانية مزاج. والله إلي كم ما ركبتها قلت خلني أروح أزرق عليها أخذ لي سوبيا. اليوم يوم جت الساعة 9 الصبح، لا والله إني أطعم طعم السوبيا في فم يا ولد سبدي، رايحتنا العاقة عليها، ما طمعت إن العصر يجي، قلت خلني أروح أغتبزها بعد الفطور. غبت وأخذ لنا الساعة 10 وأنا مدلك. من ضمن الناس اللي شاركوا وساهموا في تعليم الناس اللي هم في هالفيديو، هذا الفيديو وصلني قبل يومين من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأملج، الجمعية المصرحة ورسمية اللي وقفهم عندنا في البيت ضيف، وقف ربيع القلوب. البرنامج اللي تقيم الجمعية اسمه السبع المثاني، اللي يعلمك طريقة قراءة الفاتحة بشكل صحيح، لأن الفاتحة ركن لو تخطو فيها مشكلة كبيرة. يا جماعة يعلمون الفاتحة في برنامج السبع المثاني للطلاب والطالبات والرجال والنساء والجاليات كمان. ملك الناس، إله الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. برنامج السبع المثاني أحد أهم برامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أملج، ويستهدف هذا البرنامج الجاليات العربية وغير العربية وكبار السن، ويتنقل هذا البرنامج بين القرى والهجر ومساجد المحافظة وكذلك الشركات العاملة في مشروع البحر الأحمر، ويستهدف هذا البرنامج أكثر من 500 مشارك طوال العام. 13 من رمضان يقول الله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم، إنه ظن أن لن يحور. يحور إيش معناها؟ يعني يرجع. حال المشرك اللي ما يؤمن بيوم البعث يظن أنه لا مات خلاص مات ما راح يلاقي ربه، لكن ظنها خاطئ وهيهات هيهات، بيموت ويرجع لله عز وجل ويحاسب على كل كبيرة وصغيرة. يا ربي لطفك، شكرا.